تيرا اكسيدونتي فواي كبير احراش ياسين عاوننا عاوننا هادو تيو راح اجبد راح حريق اندلع مساء اليوم زوال اليوم على الساعه 1:24 دقيقه بمنطقه المجن مقاص بلديه القادريه. حادث يتمثل في حريق اشجار الزيتون والحرش وكذلك هنا بمنطقه مقاص بلديه القادريه. الوحدات المتدخله عندنا 5 وحدات للحمايه المدنيه ريت المتنقل مدعمه بمحافظه الغابات والسلطات المحليه. العمليه متواصله لحد الساعه ما كاينش خطر للسكان والعمليه الاحماد متواصله لحد الساعه.